بالنسبة للانتخابات، الانتخابات يعني واضحة، ومن قبل ما يطرحوا فكرة الانتخابات أو يعلنوا عن الانتخابات مبين مين اللي منتخب ومبين مين الناجح في الانتخابات. هذا الشيء تعودنا عليه، كان في انتخابات ولا ما في انتخابات الفائز واضح. كل واحد بده ينتخبه، هذا بلا ضمير، ويعني هذا يعني دمر البلد. جاب الروس صارت تضربنا بالطيارات، جاب الإيراني صارت تغتصب نسائنا وأعراضنا. يعني مين هذا اللي بده ينتخب بشار الأسد؟ مين هذا اللي بده ينتخبه؟ هذا بيكون بلا شرف اللي بده ينتخب بشار الأسد، لأن بشار الأسد جاب المهالك ليك على الدمار، ليك على الجوامع، ليك الأطفال، في أطفال لهلق تحت الأنقاض، إسا بدنا ننتخبه نحن؟ ما عيب؟ اللي بده ينتخبه هذا ما عنده ضمير. انتخابيات كلها كذب بكذب، عم يضحكوا على العالم ضحك، يعني ما حاجه اللي سواه واللي سووه ما خلى لا حاجه، لا زلمه ولا حرمي ولا ارض ولا دار ولا شيء، بس بصير انتخابات، مين بيقبله؟ ما حدا بيقبله باي وسيله بالدنيا. الله يكون بالهون والله يفرج على العالم جاه النبي محمد. انه خرب الارض، الله لا يوفقه. الله لا يوفقه. بغض النظر عن الشيء اللي عمله بشار الاسد في سوريا من القتل والتدمير واي شيء، نفرض انه هو ما عمل كل هالشيء وبدنا ننتخبه للرئاسه الجمهوريه، على اي اساس بدنا ننتخبه؟ على الامان اللي امنه في مناطقه؟ على الغلاء اللي عامله في مناطقه؟ على ارتفاع اسعار الوقود عنده؟ على انعدام الوقود بشكل عام؟ على ارتفاع اسعار المواد الغذائيه؟ فالشيء يعني العقل ما بيتحمل انه اصلا ينتخب رئيس فاشل مثل هذا الرئيس. اذا اعتبرنا انه هو رئيس ما قتل وما دمر وما سوى شيء، فكيف اذا هو دمر 90% من سوريا وقتل مئات الالاف من البشر؟ فكيف بدنا ننتخبه؟ يعني لا اقتصاديا ولا اخلاقيا ولا اجتماعيا مقبول بشار الاسد او اي شخص من الزمر الحاكمي في سوريا. نحن ما بنقبل فيها ولا بنقبل ببشار كرئيس ولا بالمجلس الشعب، لان بشار الاسد مجرم بحق الشعب السوري كامل اللي بمناطقنا المحرره وبمناطق النظام كمان مجرم بحقه. نحن هون هجرنا وشردنا وما خلى نوع من انواع الدمار وانواع العنف الا استخدموا معنا وهجرنا. نحن صار هجرنا من مناطقنا بجي 4-5 مرات، يعني ودقنا كل انواع العذاب والتشرد والذل. نحن ما بنقبل فيه.